السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم أنشيشكم مقطع جديد. هسنا تحدي من تحديات الموسم للأسبوع الثالث. نروح للتحدي يا شباب. لا تنسوا تدعمونا من خلال ضغط زر الاشتراك لايك المقطع، وكمان لا تنسوا فعل الجرس لكل جديد من تحديات أو جلتشات. وخلينا نبلش على طول. وعنا التحدي يا شباب مطلوب منك بحكي لك اكتسب الدروع عن طريق استهلاك المخلفات. أول مرة بشوف شو هالترجمة هاي الغبية. شو المخلفات؟ ايش مخلفات؟ الفواكه قال مسمين دي او الخضار مسمين دي مخلفات. عليك كل عليك تستهلك مشروم او اي نوع من الفواكه بيعطيك درع المهم وتحصله انه تحصل يصير عندك المقدار الدرع المقدار 50. تمام شباب، فيك تيجي عند هاي المنطقه بالقرب من بستان الزيتي، وفي حتى عندنا في الملاد مليانه، بس انا جيتك عند بستان الزيتي هون فيها مليان. عليك تاخذ 10 حبات فطر من هاي، وهيك بتاخذ 50 من الدرع وبتخلص هذا التحدي. وبس يا شباب، هذا كان التحدي لليوم. ولا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك لكن المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات او جلتشات. خلينا نشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامه، بيس.